D'accord? الجزء الثاني، دراسة عمود. دونك الجزء الثاني دراسة عمود حديد فضة. نصب في كأس هنا عمود نيكل ماشي فضة، عمود نيكل. نصب في كأس 100 ملل من كبريتات النيكل. التركيز هو البدء على أثر رسالة واحد مول، ونغمر في صفيحة فيه صفيحة نيكل. دقا هنا نيكل. دونك نصب في كأس من مثلث الفضة، وتركيز الأمر في صفيحة فضة. نصب كأسين بقنطرة ملحية تحتوي على محلول كلور البوتاسيوم. مدة الاشتغال هي معادلة الاشتغال هي هذه ثابتة التوازن، هي 10^6. الكتلة المولية ديال الفضة هي 108. احسب خارج التفاعل البدئي، تم استنتاج منح التطور. دونك أول حاجة نكتب المعادلة ديالنا، دو أ جي زائد إن إي دو بليس كتعطينا دو أ جي بليس زائد إن إي. داكوغ، دونك عطاوني كا 10^6 بين هاد الملح المعاكس، يعني هادو هما اللي تفاعلو باش عطاوني هاد. حنا خصنا نبرهنو عليها. داكوغ، دونك نحسبو كي آر إنيسيال هي التركيز ديال الأيونات اللي عندهم الحالة المميزة على التركيز ديال ان اي دو بليس. هنا او كاري، هنا عندهم نفس التركيز، هذه 0.1 او كاري على 0.1، تخرج لي 0.1. دونك بما ان ك صغر من كي ار، إذن يتم التطور في المنحى المعاكس أي الغير مباشر، وبالتالي المعادلة التابعة خصها تعاود تكتب هي دو أجي بليس زائد إن إي، هي اللي تعطينا دو أجي زائد إن إي دو بليس. دونك السؤال الثاني قال لك اكتب التبيان الاصطلاحي. دونك بالنسبه للتبيان الاصطلاحيه كنشوف ا جي بلس ترات لعمليه اختزال، و ان اي عمليه اكسده. دونك غندير اللي بتاكسد، ان اي عطاتني ان اي دو بليس قنطره، عطاتني ا جي بلس. ا جي هنا قطب موجب وهنا قطب سالب، 3 نكتبو نسبي العمود بجوار الكترود الفتة أو بجوار الكاثود. دونك أج جي عطاتنا زائد الكترون عطاتنا أج بجوار الكترود النيكل. دونك إن إي طرات لها عملية أكسدة، عطاتني إن إي دو بليس الإلكترون. عندما يشتغل العمود يعطي تيارا شدته 65 مA، احسب قيمة التفاعل. احنا من خلال التفاعل تبادلوا أن كمية الإلكترونات المتبادلة هي 2x، وهذه هي اي فو دلتا تي على اف تساوي 2x. إذا x تساوي هي اي فو دلتا تي على زف. احسب قيمة الكتلة المتوضعة على سلك الفضة. دونك ناخد كمية المادة ديال اج جي بليس ديال اج جي من خلال الجدول الوصفي هي 2x. هذه هي الكتلة ديال اج جي ديال الكتلة المولية تساوي 2 فوا اي فوا دلتا تي على 2 اف. أن الكتلة ديال أج جي
تساوي اف تلتا تي على اف فوا ام كبيرة ديال اج. نعوض، إلا عوضنا اي هي 65 عشرة ناقص تلاتة ثلاثين، ستين، 108 على 96500. سؤال ثالث، حدد المدة الزمنية لتصبح يصبح تركيز أي يونت. ليصبح، فاش كتسمع ليصبح يعني اللي غيتبقى. دونك هما ذكروا لي الأيونات ديال أ جي بليس، كتبوا كمية المادة ديالهم، هي كمية المادة البدئية ناقص دوز إكس. التركيز المتبقي في الحجم كيساوي التركيز البدئي في الحجم ناقص دوز إكس. دونك غادي نجبدو هنا دوز إكس، عطينا هي في عامل للسي ناقص التركيز ديال أ جي بليس المتبقي. دونك إكس هي اي فوا دلتا تي على دو اف كتساوي في عامل للسي ناقص أ جي بليس. دونك إلا بغينا المدة الزمنية، دلتا تي هي اف في على اي عامل للسي ناقص التركيز ديال أ جي بليس اللي تبقى. Oh.